نذهب الآن إلى الدائرة الانتخابية الرابعة. يبدو أن هناك إعلان للنتيجة الرسمية من السيد القاضي. سعيدة والعرس الديمقراطي التي تشهده كويتنا الحبيبة والذي تشرفنا بحضوره وباركناه، أن أتقدم لرجال القضاء ورجال الداخلية والإعلام والصحة والناخبين وكل من ساهم في نجاح هذا الاستحقاق لكم جميعا بخالص التهاني، داعين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأميرنا وولي عهده الأمين من كل مكروه. وأتوكل على الله وأعلن نتيجة انتخاب الدائرة الرابعة والتي جاءت على النحو التالي: عدد الناخبين المقيدين لدى الدائرة الرابعة 150,193 ناخب وناخبة، عدد المقترعين 106,522، عدد الأوراق الصحيحة 103,741، عدد الأوراق الباطلة 2,781. وعليه حصل المرشح شعيب شباب المويزري على المركز الأول ب 6,200 صوت، وحصل المرشح فايز غنام الجمهور على المركز الثاني ب 5,774 صوت، وحصل المرشح مساعد عبد الرحمن المطيري على المركز الثالث ب 5,750 صوت، وحصل المرشح محمد عبيد الراجحي على المركز الرابع ب 5,198 صوت، وحصل المرشح سعود سعد بصليب على المركز الخامس ب 5,100 صوت، وحصل المرشح ثامر سعد صويط على المركز السادس ب 4,535 صوت، وحصل المرشح مرزوق خليفة الخليفة على المركز السابع ب 4,760 صوت، وحصل المرشح فرز محمد الديحاني على المركز الثامن ب 4,701 صوت، وحصل المرشح سعد علي الخنفور على المركز التاسع ب 4,520 صوت، وحصل المرشح مبارك هيف الحجرف على المركز العاشر ب 4,422 صوت، وحصل المرشح محمد هايف المطيري على المركز الحادي عشر ب 4,182 صوت، وحصل المرشح عبد الله فهاد العنزي على المركز الثاني عشر ب 4,171 صوت، ولكم الشكر جميعا. السلام عليكم.